ده مشاهدينا نربط البث المباشر مع مفدنا إلى شاطئ صبلات بالعاصمة أحمد قارة ليطلعنا على هذا الخميس المتقلب والذي يشهد رياح قوية نوعا ما وكذلك آخر أيام العطلة الربيعية. أحمد قارة، إليك الخط من شاطئ الصبلات. نعم زميلي ياسر، مساء الخير. زميلي ياسر، مساء الخير لجميع مشاهدي قناة النهار الإخبارية. نحن الآن متواجدون هنا بمتجه الصبلات بالجزائر العاصمة. الكثير من العائلات الجزائرية أو العاصمية فضلت التوجه إلى هذا المتنزه في آخر أيام العطلة الربيعية للأطفال الذين هم الآن كما نشاهدهم هنا في هذا المتنزه يستمتعون بآخر أيام العطلة الربيعية، ولو أن الجو كما ذكرت زميلي ياسر سالفا، الجو نوعا ما متقلب، هناك رياح شديدة هنا بمتنزه الصبلات، إلا أن ذلك لم يمنع العائلات والخروج مع أولادهم للتنزه في آخر أيام هذه العطلة الربيعية. ويحضر أمامي كذلك زميلي ياسر السيد رشيد شايد وعائلته. أخويا رشيد مساء الخير، يعني لو تطلعنا فقط يعني على آخر أيام العطلة، رانا نشوفوا فيك مع دراري، فهمنا برك لومبيونس كيفاش راه هنا، علاش جبت دراري اكزاكتومون يعني للمتنزه تاع الصابلات. شكرا، السلام عليكم. الحمد لله، ومو عندنا يعني بلاصه رانا نبروفيتي وفيها في يعني في اخر العطله تاع الدراري، ومو كان بلاصه، وان شاء الله ولادنا يعني كيما راكم تشوفوا كاع، ماشي غير ولادنا كاع، راهم الله يبارك شاب جزائر راهم يجوا لهنا، عندنا بلاصه مليحه. يعني الصف كان حاجه نقطه، نعم كاين نقطة مخصوص شوية يعني على لا سيكيريتي، برك مخصوص سيكيريتي، مي سينو الحمد لله كلش بيان. كاين بلايص راك تشوفوا هايلك بنتي شيماء، يبارك معليش نهضروا مع شيماء. شيماء قولي لنا برك واش راكي ديري هنا في متنزه الصابلات؟ جو سي فوني بور ماميزي افيك مون فيلو باسكو يا بوكو ديسباس اي جيم بيان ايسي. شيماء سي لي ديرني جور تاع العطلة الربيعية، غير غدوة إن شاء الله تولو المسيد، اسكو تو بخيت بو روبخوندغ أبخي لي فاكونس؟ وي، جو سي بخيت دو روبخوندغ ليكول، بور روبخوندغ لي زيتود. وي بيان سور. يحضر معي أيضا أروح شاب صغير هنا، واش راك دير؟ أروح قلنا واش راك دير هنا يا قصابلات؟ راني قاعد ندور هنا، نلعبوا في الألعاب. منين جيت أنت يا خويا؟ من العلمة. من العلمة. عجبك شويه الحال هنا بالعاصمه مع متنزه الصابلات والدراري صغار؟ انا نشوفوكم هاكو تلعبوا هنا مليح، عجبتني بزاف، مليح خير من العلمه. راك واجد باش تعاود تولي للمسيد؟ بقاو لكم غير يومين، غدوه وغير غدوه تعاودوا للمسيد. راك واجد؟ واجد واجد. هي دوك نروحوا قراو مليح. هي نعم زميلي ياسر، كما شاهدتم يعني العديد من العائلات العاصمية كما ذكرنا فضلت التواجد هنا بشاطئ الصبلات أو متنزه الصبلات لقضاء باقي أيام العطلة الربيعية مع أطفالها وأولادها هنا بالعاصمة. ولو أن الأجواء زميلي ياسر كما ذكرت سالفا، هي جد متقلبة، هناك رياح شديدة هنا بمتنزه الصبلات. وأذكر كذلك زميلي ياسر فإن بعض الولايات الداخلية للوطن ستشهد أمطار رعدية، خاصة المناطق الشمالية العاصمة بجاية تيزي وزو وسكيكدا ستشهد أمطار غزيرة ورعدية منذ أو ابتداء من مساء يوم الجمعة إلى غاية يوم السبت صباحا. ونتمنى عطلة أو عودة ميمونة لجميع الأطفال المتواجدون هنا، عودة ميمونة إلى مقاعد الدراسة. عودة إليك زميلي ياسر. نعم أحمد قارة، كنت معنا مباشرة من شاطئ أو متنزه الصابلات، شكرا جزيلا لك على هذا البث المباشر من هناك. عفوا زميلي. مشاهدينا في